صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 28 لسنه 2023 بنقل وتعيين مدراء في وزاره شؤون الشباب وذلك بناء على عرض وزير شؤون الشباب جاء فيه الماده الاولى ينقل السيد مساعد سلمان مساعد سعود مدير اداره تمكين الشباب بوزاره شؤون الشباب ليكون مديرا لاداره الاتصال والتسويق بذات الوزاره. الماده الثانيه تُنقل السيدة صفاء محمد باقر التاجر مدير إدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون الشباب لتكون مديرًا لإدارة الاستثمارات بذات الوزارة. المادة الثالثة: تعيّن السيدة سارة نوح الزويد مديرًا لإدارة السياسات والتخطيط الاستراتيجي بوزارة شؤون الشباب.